حب قلبي الله يساعدك. شلونك؟ يا هلا بيك. شلون شغلك هنا؟ نعمة خير وبركة والله. اي والله بجد. يوصلكم دعم؟ توصلكم مواد؟ والله العظيم الدعم من الناس البسطاء. اي طبعا من الناس يعني البسطاء. لو تلاحظ القنوات ناس مدعومة من برا وناس لا هم شو يقولون؟ يقولون اسرائيل تدعم وامريكا تدعم. يا بك هذا اسرائيل تدعم اللي بدك ياكلون فلافل؟ والله ما ادري هسه انت ما لقيت غير هاي السالفة. بس هو هذا اللي الله يريد يبين ايش يسوي به. اي والله يا ابو هاي فلافل مال اسرائيل لو مال امريكا؟ والله هاي مال ولد الملحه يعرفونها بعد. والله والنعم ولد الملحه هاي والنعم. واحنا بالنسبه لنا من طلعنا نريد وطن المفروض اللي يعرف الوطن شنو. الوطن عد العراقي ام والام عرض وشرف. فالمفروض بكل عراقي شريف ونزيه انه يلتفت لهذا الشعب ويلتفت لهذا الوطن. احنا ما طلعنا ندور كراسي ولا طلعنا نريد ملك، طلعنا ندور احترام وكرامه. اريد من اطب المستشفى القى احترام الي، اريد من اطب المركز القى احترام الي، اريد من اطب بشارع اطب المركز القى احترام الي. انا ابن البلد، الغريب برا محترم وانا بداخل بلدي ما محترم. لذلك على كل شريف نحشي للشريف، لان هاي الاحزاب اللي اجتنا باسم الدين واجتنا باسم الحسين ابو الاحرار وما خلت ولا واحد بينا حر، ولا واحد بينا حر. احنا اجونا باسم الحسين ابو الاحرار بس ولا واحد بينا حر. ندعو لكل شريف انه يوعي نفسه اول شيء، يوعي نفسه حتى الشعب يتوعه. واهم مطلب عندنا، اهم مطلب التربيه والتعليم. اسمعني يا وزير التعليم، بنتك 85 توديها طب عام، وبنت 96 تقعد بالبيت لان ما عندي فلوس اوديها موازي لو اوديها اهلي، والفلوس لجيوبكم اهل الاحزاب ما طلعت الفقير. احنا الشعب العراقي تجدون بينا بالقنوات، احنا اهل الخير كله، اهل النفط كله، البصرم والخيرات كلها، مي ما عدها مي ما عدها. وين الغيره عندكم؟ منين رافعين انتم؟ منين رافعين؟ تعرفون شنو وطن؟ الوطن شنو الوطن؟ الوطن ام وغيره وشرف واخت واهل. انتم من يوم اللي من يوم اللي جينا ندور كراسي، جينا ندور ملك، جينا ندور احترام. احترام تعرفون شنو احترام؟ احترام ما خليتونا لا قيمه ولا احترام. اتعز جنسيه جنسيتي، اتعز جواز جوازي، اتعز قيمه بالبشر احنا، وارخص شيء بالعراق البشر، ارخص شيء بالعراق البشر. انا اروح للهند ادور علاج، دكاترتي شردت والعمداء شردوا والبروفيسورين شردوا والمتعلمين شردوا. ليش هذا التنظيم المن وعلى شنو؟ على شنو؟ على شنو؟ ليش العراق ايش عايز؟ العراق ايش ليش؟ شنو اللي عايزه؟ شنو اللي يريده؟ اذا نريد نبني وطن على كل عراقي شريف اول شيء يبني نفسه. وخاف باكر تنتصر بحيل الله الثوره تنتصر، لان هاي ثوره مظلومين، ثوره اهل حق. كون كل عراقي المتجاوز يشيل تجاوزه، والرصيفه تعبان يبني بيده حتى العراق يعمر. وراها نهتم للتعليم، لان التعليم اللي هو يولد اجيال ويولد مستقبل وخير للعراق. انا اشكرك، انا خادم الله بيك.